عالم في التمرين أكيد. في التمرين الإنسان خالي من الضغوطات، ولكن الرياضة كلها ضغط. على كل، نبدأ الآن في منافسات المتوازي مختلف الارتفاع للسيدات. هذه أمامنا المجرية دورينا بوتزوغو، وهي التي تأهلت، هذه المجرية تأهلت في المركز السابع ب 11.900، هذه إذا نتيجتها، وهذه على دورينا على الجهاز. أيوة. دخولها موفق على العرضات المتوازي مختلف الارتفاع، عندها صعوبات، هاي صعوبات هدي الانتقال من البار السفلي للبار العلوي مع فتح الرجلين، النزول الفينشينج مالها صعوبته دي، يعني ما ارتقت بمستواها عشان تحسن وتجيب درجة أكثر من اللي جابته. بشكل عام جيد جدا، يعني ممكن أن تتأهل من ضمن الخمسة، يعني الأوائل ممكن تكون ضمن الخمسة، هذا نهائي طبعا. نتحدث على البوديوم الثلاث الأوائل للتتويج طبعا. هذه إذا المجرية دورينا بوتزوغو، مستواها عالي، مستواها جيد، مستواها جيد، بس عندها مثل أخطاء كثيرة في انتقالها من البار العلوي للبار السفلي. نعم. عندها فتح اليدين، فتح الرجلين أثناء الانتقال، لفاتها الهوائية ما فيها احترافية، يعني ما تعطي صعوبة اي ودي واف. بعض اللاعبات وصلوا لصعوبة اف دوران حول المحمر ومع نص لفة. هاي نستمع الى دورينا ثم نواصل الحديث.